وقفة احتجازية سلمية لعمال دوام مؤسسات الشباب بسبب تأخر صرف رواتبهم اللي متكررة واللي تقدم تقريبا 3 أشهر بدون مرتبات، ونحن خاصة نحن في شهر رمضان وعلى باب العيد الفطر المبارك. 3 أشهر رانا نعانوا من الخلاص ورانا صابرين ورانا في رمضان مصاريف وعيد جاينا ورانا نستنوا هالتعطيل في ناحية الوزارة. نحن بدون أجور نطالب كل من يسمع الصوت أن يعمل على تحسين وضعية العمال. يعني إلى متى يبقى ديوان مؤسسات الشباب تبقى الأشطر متأخرة؟ وهذه ليس لهذا العام فقط ولكن لسنوات عديدة. غدا يكون عدم الخلاص تاعهم إن شاء الله، لأن هذا وإن جاء يعني جات الماندال التريزور. وفي نفس الوقت انا ناشد السلطات الوصيه من بين وزاره الشباب والرياضه تدارك هذا التاخر في دفع اجور العمال، بالتالي احنا طمنا العمال على كل حال بان الخلاص تاعهم ان شاء الله يكون في حسابهم ابتداء من الغد.